قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يقول السائل: سافرت وبلغت المسافة المطلوبة للقصر ونزلت بمنزل قريب من المسجد، فهل يجوز أن أذهب للصلاة فيه خلف إمام يتم الصلاة في كل نداء؟ نعم يجوز لك ذلك، يجوز للمسافر أن يأتم بالمقيم، وإذا تم المسافر بالمقيم فإنه يصلي كصلاة المقيم، يصلي الظهر أربعا كما يصلي إمامه، ويصلي العصر كذلك كما يصلي الإمام، وكذا العشاء. وقد سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قيل له: يا ابن عباس، ما بالنا إذا كنا فرادى صلينا ركعتين إذا كنا على سفر، وإذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول السائل: سمعت أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. قال السائل: وهل يكفر كل شيء حتى الكبائر؟ أما الكبائر فأمرها موكول إلى الله عز وجل، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، فذكر الحديث وفيه: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، والله أعلم. يقول: ما السبب في تعظيم يوم عاشوراء؟ السبب أن الله سبحانه وتعالى أنجى في هذا اليوم موسى من الغرق، وأغرق أنجى الله موسى من فرعون وقومه، أنجى الله موسى وبني إسرائيل من فرعون وقومه، وأغرق الله آل فرعون. هذا، والله يفضل من الأيام ما شاء، ويفضل من الأعوام ما شاء، ويفضل من القرون ما شاء، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. يسأل: هل يجوز أكل الطعام الذي يطبخه الشيعة في عاشوراء، علما بأنهم يقولون إن هذا الطعام لله ولكن ثوابه للحسين بن علي رضي الله عنهما؟ ثم إني إن لم آخذ الطعام أو لم أستلمه يسبب لي إحراجا وخطرا علي، لأني في العراق وتعلمون كيف يعاملون أهل السنة والجماعة. أقول وبالله التوفيق: الجواب من اتجاهين. الاتجاه الأول: الحكم على طعام الشيعة، أعني بالطعام هنا الذبائح، أما سائر الطعام فلا إشكال فيه، أعني الأطعمة التي ليست بلحمان لا إشكال في جواز أكلها، أما الكلام على اللحوم تلك التي يذبحها أهل التشيع، فأقول وبالله التوفيق: إذا ذبحت على غير اسم الله فلا تأكل منها، لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وكذا إذا كان الذابح مشركا لا تؤكل ذبيحته. هذا. وعن السلام عليكم. أيوة السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، لو انا نويت الصيام من بالليل وصحيت للسحور، بس يعني فات عليا وقت الفجر وشربت ميه بعد اذان الفجر، بس انا ما اعرفش ان الفجر اذن، الحمد اكمل لله الصيام ولا؟ والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا شرب الشخص جاهلا بأن الفجر قد دخل وقد نوى الصيام من الليل فليتم صومه، فصومه صحيح، والخطأ موضوع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله شيخنا، أسأل الله يطلب بقائك على طاعته. وحياك والسامعين. الله يبارك فيك. شيخنا، بعض الأسر تتجنب أكل اللحم من بداية شهر محرم حتى العاشر من محرم. هل هذا فيه نص أو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يرد مثل هذا، وهذا منكر من الفعل. لم يرد أي حديث عن رسول الله في منع أكل اللحم في العشر الأول من محرم. فالامتناع نعم. السؤال آخر أمر شيخنا، مقدس. نعم. هل يثبت أجر عاشوراء لمن نوى صيامه أثناء اليوم؟ نعم. هل يثبت أجر عاشوراء لمن نوى صيامه أثناء اليوم؟ يعني لم يبيت النية من الليل لتقصد؟ إيه نعم. هذا على رأي كثيرين من أهل العلم يصح. يصح. أما حديث لا صيام لمن لم يبيت النية فالصواب أنه من قول حفصة رضي الله عنها، وصوم عاشوراء داخل في النفل. وعائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح، تعني في صيام النفل، يسأل هل عندكم من طعام، فإن قالوا لا قال إني إذا صائم، والله أعلم. أقول وبالله التوفيق، إذا أهل بالذبائح للحسين بن علي فذكر الذابح اسم الحسين على الذبيحة بدلا من اسم الله، لا تأكل هذه الذبيحة للآية المذكورة، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت الشيخ. نعم تفضل. ازاي حال فضيلتك؟ الحمد لله. مع فضيلتك خادمك وتلميذك محمد العجم يا شيخنا. أهلا وسهلا ومرحبا. أسأل الله أن يطيل بقائك يا سماحة الشيخ، وأن ينفع بك وأن لا يحرمنا منك يا رب العالمين. وإياك والسامعين في طاعة الله جميعا. الله يسترك يا شيخنا. ولا يا شيخنا، عاوز أقول لفضيلتك أن أنا بحبك في الله وأتقرب إلى الله بذلك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ثانيا أسألك الدعاء لي الآن وبظهر الغيب. نسأل الله أن يوفقنا وإياك وأن يلزمنا جميعا كتاب الله وسنة رسول الله. آمين. وثالثا وأخيرا يا سماحة الشيخ، بالنسبة لمسألة مؤخر الزوجة، معالي الشيخ، عندما نجلس في المجالس بين الناس لنقضي في الحقوق ولتوزيع التركات والأمور الشبيهة بهذا، نتكلم في مؤخر الزوجة ونقول يا إخواني أول دين يقضى على الرجل، على الرجل المؤخر، فنرى كثير ينكر علينا هذا الأمر، فأريد من فضلتك أن يعني تفيدنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمؤخر الصداق دين على الزوج لزوجته، لكن عند الأداء مثبت في وثيقة الزواج أن هذا الدين يدفع للزوجة عند أحد الأمرين، إما أن تطلق وإما أن يموت الزوج، فهو حق ثابت لها بعد وفاة الزوج كسائر الديون التي على الزوج، ولكن تقديمه على غيره يحتاج إلى نظر. فليس عندي نص يقال فيه أن صداق الزوجة يقدم على غيره من الديون، إنما شأنه فيما علمت شأن سائر الديون التي على الزوج، والله أعلم. فأقول وبالله التوفيق، إن الذبائح التي يهل على ذبحها باسم الحسين لا تؤكل، لقول الله تعالى في المحرمات من الأطعمة وما أهل لغير الله به هذا. وإن كانت هناك أخطار عليك وتخشى القتل من الشيعة البعداء البغضاء، فرب العزة يقول هو أصدق القائلين،
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم. يقول السائل: لو كانت المرأة حائضا في يوم التاسع والعاشر والحادي عشر من المحرم، هل يجوز لها قضاء هذه الأيام بعد التطهر من الحيض؟ لا أعلم من ذلك مانعا، ورمضان الذي هو أعظم من عاشوراء يقضى إذا كانت المرأة حائضا. فإذا رأت المرأة أن تقضي عاشوراء علما بأنه ليس بواجب فلها قضاؤه، والله تعالى أعلم، والله يجازي على النوايا الحسنة أيضا، والله أعلم. هذا وعن صوم يوم الحادي عشر من شهر الله المحرم فلم يثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ثبت أن النبي صامه هو يوم العاشر من شهر الله المحرم، ولكنه قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فيرى بعض العلماء أن الذي يصام التاسع والعاشر، ويرى بعضهم أن الذي يصام هو التاسع، والأظهر أن المستحب صيام التاسع مع العاشر. أما الحادي عشر فلم يثبت النص به، ولكنه على أي حال الحادي عشر والثاني عشر وغير ذلك من المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم تفضلي. ممكن أقول لحضرتك سؤال؟ تفضلي. أنا متزوجة المرة الثانية، أنا كنت أرملة وتزوجت المرة الثانية، فأنا معايا ولد وبنت، فزوجي بيمر بأزمة مالية، يعني أزمة مادية، فهو ينفع إن أنا آكل مع أولادي لحد ما هو ظروفه تتحسن ولا إيه؟ ينفع ماذا؟ ينفع آكل مع أولادي يعني لحد ما هو ظروفه تتحسن؟ ينفع تأكلين مع أولادك إلى أن تتحسن ظروف الزوج، يعني تأخذي من مال الأيتام تأكلي. الأولاد يعيشون معك أو في معيشة مستقلة؟ لا معايا. يجوز إذا كنت من أهل الاحتياج أن تأكلي بقدر القيام عليهم، يجوز ما دمت قائمة عليهم بالخدمة والرعاية ومن أهل الاحتياج، يجوز أن تأكلي بقدر رعايتك لهم، والله أعلم. لكن الزوج يبتعد عن ذلك، والله أعلم. أنك السلام عليكم. يقول السائل: هل عقد النكاح في شهر محرم مكروه؟ ليس بمكروه، وليس هناك أي دليل فيما علمت على كراهية عقد النكاح في المحرم. يقول السائل: فاتتني صلاة الجمعة في مسجدي العادي، وصليت الظهر بدلا من الجمعة، وعند رجوعي إلى المعمل أدركت مسجدا لم يصلي الجمعة. بعد سؤالي: هل أصلي الجمعة معهم وألغي صلاة الظهر؟ صلي الجمعة معهم، صلي الجمعة معهم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إنه يعمل في إحدى الفنادق بالمدينة، وينزل عندي زوار وحجاج كثر، وقبل 3 أيام وجد حاج مبلغا من المال وتم تسليمه لي بحسب طبيعة عملي في الاستقبال، لأن جميع المفقودات تكون عندنا في الفندق، وقد مرت 3 أيام ولم يأتي أحد يسأل عنها، هل أتصدق بها؟ لا تتصدق بها، سلمها لأمانات الحرم، سلمها للأمانات في الحرم بعد أن تعرفها، وإذا جاء صاحبها أرشده إلى أنها سلمت في الحرم بتاريخ كذا وكذا، أو من الممكن أن تحتفظ بها لمدة سنة معك، إذا جاء صاحبها أديها إليه، إذا لم يأتي صاحبها سلمتها للأمانات وهم يرون فيها ما يرون، لأن المدينة حرم كما أن مكة حرم. يقول الأخ السائل: هل استدان مني أخي 5000 جنيه
واستدنت مني أختي 500 جنيه، وأنا أخرج زكاة دائما في رمضان، هل أخرج زكاة عن الدين؟ إذا كان الدين حيا يرجى سداده ألزمت بأن تزكيه مع سائر مالك، أما إذا كان ميتا فلا يلزمك أن تزكي عنه إلا إذا قبضته بعد زكي عنه زكاة سنة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هو أنا بكلم الشيخ دلوقتي؟ نعم اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لو سمحت. نعم. طب أنا هو ده مش مباشر ولا إيه؟ نعم. اخفض التلفزيون لو سمحت. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: هل يمكن أن تدفع لي زوجتي ما عليها من زكاة لكي أسدد ديوني؟ نعم يجوز ذلك على القول الذي أختاره، لأن امرأة عبد الله بن مسعود أخرجت صدقتها على زوجها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذ كان فقيرا. يقول: ما وقت إقامة الصلاة بعد الأذان؟ ليس هناك شيء معين يقيدنا بزمن معين، ليس هناك نص يلزمنا بزمن معين بين الأذان والإقامة، إنما الحال إذا اجتمع الناس أقيمت الصلاة، إذا تأخروا فللإمام أن يؤخر بعض الشيء حتى يأتي الناس، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، أنا ليا ابني في السعودية عاوز يبعت لي في الحج الكبير إن أنا أروح عنده، وبعد كده أعمل بعد كده يعني أعمل حج من هناك، فده حرام ولا حلال؟ الحج صحيح إن حججت. صحيح يعني؟ الحج صحيح إن حججت. يعني مش حرام يعني على أساس. قال: هل فرض على النساء أن يقمن بالأذان والإقامة قبل أن يصلين، سواء كن يصلين فرادى أو في جماعات مع أخواتهن؟ الإقامة والأذان للنساء إذا كن يصلين منفردات، يعني جماعة من النساء يصلين مع بعضهن، يجوز لهن أن يؤذن ويقمن فيما بينهن حيث لا يصل الصوت إلى الرجال، وإن لم يفعلن فليس الأذان عليهن بواجب وليست الإقامة عليهن بواجبة. إمام يصلي بالمسلمين هم له كارهون، مع العلم أنه يعلم بذلك، كيف يتم التعامل مع هذا الموقف؟ لابد أن ننظر سبب الكراهية، لماذا يكره الناس هذا الإمام؟ إن كانت الكراهة معتبرة شرعا فيكره له أن يصلي بهم، وإن لم تكن معتبرة شرعا فلا التفات إلى رأيهم. بمعنى إذا كان الإمام يقيم فيهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهوا إمامته لكونه يقيم السنة، فلا اعتبار لرأيهم حينئذ. أما إن كان الإمام يشدد عليهم أو يشق عليهم أو يبتدع وكرهوا لذلك، فالأولى له أن يبتعد وأن يؤمهم رجل غيره، أما هم فصلاتهم صحيحة على أي حال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى. نعم. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. وأسألك وأختصمك يوم القيامة أن تدعو لي بظهر الغيب، وسوف أختصمك في ذلك يا شيخ مصطفى، أن تدعو لي بظهر الغيب بتفريج الكرب. شيخ مصطفى، السلام عليكم. عليكم السلام. استفسار شيخ مصطفى، كنت عايز أعرف صحة حديث تفريج الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. لا يصح سنده. إيه؟ سنده لا يصح. سنده لا يصح. طيب ايه صح هناك؟ لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم، هناك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ مصطفى، كنت بستأذنك بس لو تسمح لهم في غرفه التحكم يعطوني رقم حضرتك الشخصي بعد اذنك. لا حرج، لا حرج خالص.
يقول أخو السائل: ما حكم قول الإمام قبل تكبيرة الإحرام: وجهوا قلوبكم إلى الله، وجهوا قلوبكم إلى الله؟ ليست من الصيغ التي بها تساوى الصفوف، وليست من الصيغ التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال اخشعوا في صلاتكم ونحو ذلك فلا بأس به، فهو متحمل، والله أعلم. هل ثبتت كلمة صلوا صلاة مودع عن رسول الله؟ لم تثبت هذه اللفظة في عند تسوية الصفوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: لدينا مصلى في شركتنا ونصلي به يوميا ونصلي به الجمعة، وقد لاحظت أنه إذا جاء بعض الإخوة متأخرين عن الجماعة ولحقوا بالإمام ثم سلم الإمام ونهضوا لإكمال ما فاتهم، يحصل أن أحد الإخوة يقرر أن يأتم بالشخص الذي عن يساره متأخرا أيضا، يعني يسأل باختصار: هل تجوز إمامة شخص متأخر مأموم بعد أن سلم الإمام الأول بمأموم آخر جاء متأخرا مثله؟ أقول: تلك صورة لم أرى لها مستندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: لا يوجد في مسجدنا إمام راتب، فمن تقدم من الناس ليصبح إمامنا في الصلاة أقرأهم لكتاب الله إن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنا، إن كان الكل في السن سواء فأعلمهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقدمهم هجرة، والله أعلم. يقول أخو السائل: إذا اغتسل الرجل من الجنابة وبعد الغسل خرج منه بعض المني، هل يغتسل مرة ثانية؟ يغتسل مرة ثانية إذا تبقى، إذا خرج منه مني بعد أن اغتسل، يغتسل مرة ثانية. هل يجب على المرأة نقض شعر رأسها للغسل من الجنابة؟ لا يجب ذلك على المرأة، لا يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها عند الاغتسال من الجنابة. قد بلغ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يأمر نساءه أن ينقضن الضفائر عند الاغتسال من الجنابة، فقالت: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، أفلا أمرتهن بحلق شعورهن؟ لقد كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيد على أن أحثي على رأسي 3 حثيات. فنقض ضفائر المرأة عند الاغتسال من الجنابة ليس بواجب عليها، أما عند الاغتسال من المحيض فنعم يجب عليها على رأي كثيرين. أما زيادة أفأنقضه لغسل الحيض والجنابة فزيادة الجنابة شاذة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بقول لحضرتك في سؤالين، الله يخليك. بالنسبة فضل. لبعض المدرسين اللي بيضربوا التلاميذ على وشهم بالقلم، ده السؤال الأول. أما السؤال الثاني، بالنسبة لحديث الإمام علي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت السرة، هل هذا حديث صحيح أم لا؟ أما ضرب المدرس للولد على الوجه فمعصية من المدرس، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب على الوجه، وقال في الحديث: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه، إن الله خلق آدم على صورته، هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء الحديث مختصرا أيضا: إذا قتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. قال السائل أيضا، عفوا ذهب عني السؤال الثاني، بارك الله فيك. عفوا، أثر علي رضي الله عنه في وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت الصدر،
هذا من الموقوفات ليس من المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيء بالشيء يذكر، أين توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ هنا سؤالان، أولهما هل توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ ثانيهما أين توضع اليمنى على اليسرى؟ هل عند العنق، عند الرقبة، على الصدر، تحت الصدر، على السرة، على جانب البطن؟ هذا السؤال الثاني. أما السؤال الأول فإن اليد اليمنى الأظهر أنها توضع على اليسرى في الصلاة، لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أمرنا بوضع أيمننا على شمائلنا في الصلاة، ولحديث وائل بن حجر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، امرأة عندها الآن 72 سنة، أيام ما كان عندها، أيام ما كان بيجي لها الحيض كده من أول ما جالها لحد ما انتهى، كانت بتصوم في رمضان وهي حائض وما كانتش بتقضيه بعد رمضان، فعليها إيه يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فامرأة كانت تصوم أثناء مدة حيضتها، بعد ذلك فقهت أنه لا يجوز الحيض أن تصوم وأن عليها الإعادة، فأقول عليها إعادة الأيام التي أفطرتها، عفوا التي صامتها أثناء زمن حيضتها. فإذا كانت حيضتها الشهرية مثلا 6 أيام، فتنظر كم رمضان صامت وهي حائض، وتضرب كل عدد السنوات في 6 أيام مدة حيضتها وتعيدها، ولا يلزم إعادتها متصلة بل يجوز تفريقها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. طب الشيخ مصطفى كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. عندي سؤالين بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. السؤال الأول أود فقط أن تدقق معي، أرجو أن أسأل عن شيء، هل هو من الرقية الشرعية أم هو من الدجل والشعوذة؟ تفضل. هناك من يقرأ القرآن على المريض ثم يدعي أنه يتحدث مع الجن، إلا أن الذي يتحدث هو المريض نفسه، وكذلك يضع شريط القرآن الكريم عند المريض ويقوم هذا بالتحدث مع الجن، يقول له اخرج من هنا وغير ذلك. الذي ورد عن الرسول فيما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله أنا رسول الله. أما ما وراء ذلك فليس عندي كبير علم، لكن التباس الجن بالإنس وارد، لقول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وللحديث المذكور اخرج يا عدو الله من عبد الله والله أعلم. أما الاسترسالات وهل المتحدث الجن أم غيره فلا ندري، هل المتحدث الجن أو غيره والله أعلم. الأخ يسأل. السلام عليكم. نعم. السؤال الثاني بارك الله فيك. وفيك. هناك من في الصلاة من يقبض الذراعين، يعني لا يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى وإنما يضع الذراع على الذراع، هل هذه الصيغة صحيحة أم لا؟ الذي ورد رأيت النبي واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، والثاني أمرنا بوضع أيمننا على شمائلنا في الصلاة، فنصوص عامة محتملة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بالنسبة للصيام يا شيخ النافلة، لو الصيام زي الاثنين والخميس مثلا أو تسعة عشورة، الأيام دي لو احنا صايمين وفطرنا وكلنا واحنا ناسيين، الحكم هنا نكمل صيام ولا نفطر؟ كمل الصيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عام من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. بارك الله فيك. أعود إلى سؤال الأخ الذي سأل عن الأثر عن علي رضي الله عنه
وبصورة أوسع، أين توضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ بعد أن قرر أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى، لحديث سهل بن سعد الساعدي أمرنا بوضع يمينا على شمائلنا في الصلاة، ولحديث وائل بن حجر رضي الله عنه ففيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. أين توضع اليمنى على اليسرى؟ هل على الصدر؟ هل على البطن؟ إلى آخر ذلك. أقول وبوضوح وجلاء، لم تثبت صفة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني لم يثبت إلا وضع اليمنى على اليسرى، لكن أين ذلك؟ هل عند النحر؟ هل عند الصدر؟ هل على البطن؟ كل ذلك لم يثبت. وقد وردت في وضع اليمنى على اليسرى على الصدر روايتان ضعيفتان، إحداهما من مراسيل طاووس وهو مرسل، والثاني زيادة شاذة من حديث وائل بن حجر بعد أن روى رأيت النبي واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، زيد في بعض الروايات زيادة شاذة وهي على صدره. فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك كله واسع، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت شيخ، في طفل ما بيرضعش طبيعي ووالدته يعني غير مستطيعة ان هي تشتري له لبن، فينفع نطلع له اطعام مسكين علينا كفارة، يعني اطعام مساكين، يعني هو بيرضع بس ما بياكلش، بيرضع لبن. نعم. الاخت تقول انه طفل يرضع وأمه لا يرضع رضاعة غير طبيعية، رضاعة غير طبيعية، يعني لا يرضع من ثدي أمه، وفي ذات الوقت أمه فقيرة لا تستطيع أن تشتري له لبنا، ماذا تصنع؟ هل تخرج له من الزكاة؟ ستعطي الزكاة للأم لفقرها حينئذ، ستعطي الزكاة للأم لفقرها حينئذ، أو من الممكن أن تذهب به إلى مرضعة ترضعه، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل هل يصح الوضوء مع وجود الزيت على الشعر؟ نعم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لبت شعر رأسه عند ذي الحليفة، واستمر ملبدا الشعر إلى أن رمى الجمرة يوم النحر، أي بعد 14 يوما أو 15 يوما على التقريب. والتلبيد ضم الشعر بعضه إلى بعض، ضم بعض الشعر إلى بعضه بشيء يقال له اللباد يشبه الصمغة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويغتسل وهو ملبد شعر رأسه، فهذا المستند للجواز. وأيضا فإن عائشة رضي الله عنها ثبت عنها أنها كانت تخرج نسوتها حاجات ومعتمرات وعليهن الضماد، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سؤالا، متى يصبح بول الرضيع نجسا؟ إذا كان الرضيع يأكل الطعام فبوله نجس، كذا إذا كانت الرضيع، إذا كان الرضيع كانت الرضيعة بنت جارية فبولها نجس مطلقا، أما الولد فبوله نجس إلى أن يأكل الطعام، على رأي لكثير من العلماء. عفوا، بول الرضيع الذكر يرش كما ورد في الحديث، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، فبول الجارية منذ أن تولد نجس، بول الغلام يرش منه، يرش بول الغلام إذا لم يأكل الطعام ويغسل إذا أكل الطعام، والله أعلم. يقول إذا نوى شخص أن يصوم قضاء ودعي للأكل عند زيارة بعض الأقارب فأكل، هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، لكن عليه إعادة ذلك اليوم، والله تعالى أعلى وأعلم.
السائل يسأل قائلا: يوجد كثير من الألعاب والبرامج التعليمية الهادفة للطفل، وغالبا تسبق بالموسيقى، هل الموسيقى يجوز استخدامها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في آخر الزمان قوم يستحلون الحر والحرير والحر الزنا والخمر والمعازف، فهذا يدل على أن المعازف حرام، والله أعلم. يقول: في مناهج التعليم في المدارس يطلب من الطفل أن يرسم صورة لذات روح أو يرسم دجاجة مثلا، وأحيانا يطلب منه أن يقص هذه الصورة ويلزقها على الورق. إذا كان الطفل مضطرا لذلك فالاضطرار يرفع الإثم بإذن الله، والله أعلم. ما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أصغر؟ تحرم عليه الصلاة، لا يصلي وهو على غير طهارة، وثم مسائل متفق عليها ومسائل مختلف فيها وليس هذا محلها، فشرح ذلك في دروس الفقه المحضة، والله أعلم. متى ينوب التيمم عن الماء؟ التيمم ينوب عن الماء إذا كان الماء ليس بموجود، إذا كان استعمال الماء سيضر، إذا كان بيني وبين الماء خطر يلحقني إذا ذهبت للماء، إلى غير ذلك من الأعذار. يقول أخ السائل: ما الحكم في من مات وعليه صوم نذر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وجاءت روايات مقيدة بالنذر: من صام عليه صوم نذر فليصم عنه وليه، والله أعلم. يقول: متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ يجب إخراجها قبل غروب شمس يوم النحر، عفوا قبل غروب شمس يوم الفطر، عفوا قبل غروب شمس يوم الفطر، يوم عيد الفطر. والأفضل أن تكون قبل الصلاة، أن تكون قبل صلاة العيد. اشتهر في أوساط إخواننا أن أمد نهاية، أن أمد إخراج زكاة الفطر ينقضي بانقضاء صلاة العيد، والجمهور على خلاف ذلك. جمهور العلماء بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة أنه يمتد إلى غروب شمس يوم الفطر، والله أعلم هذا. ويجوز تقديمها على العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، لحديث أبي هريرة: وكلني رسول الله بحفظ زكاة الفطر. الحديث. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم نعم، بكلم الشيخ على الهواء على طول مباشرة. نعم معك، تفضلي. لو سمحت، أنا ليا ابني في الحج. نعم. في السعودية، ليا ابني في السعودية. طيب وبعد؟ وبعد عايزة، عايز يبعت لي في الحج علشان أروح له أعمل الحج السنة الجاية إن شاء الله، فهل كده حرام ولا حلال؟ أنا أجبتك من قبل يا أختي بارك الله فيك، قلت لك إذا حججتي مع ما في ذلك من مخالفة لولي الأمر، لكن إذا حججت الحج يصح. تسأل: متى تذبح العقيقة؟ العقيقة تذبح يوم السابع من ميلاد الطفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تعاق عنه يوم السابعة. فإذا لم يتسن ذلك فلتذبح في أي يوم. هذا ومن الفقهاء من يقول: تذبح في الرابع عشر أو الحادي والعشرين إذا عجز الشخص عن الذبح في اليوم السابع، ولا أعلم لذلك مستندا صحيحا، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم ختان الإناث؟ ختان الإناث دائر بين الإباحة والاستحباب، والظاهر أن ذلك يرجع إلى تقرير الطبيبة، هل الفتاة تحتاج إلى ذلك أم لا، والله أعلم. رجل توفي عن زوجة وبنتين وأخت لأبوين وأخت لأب، السؤال طويل، يسأله صاحبه في الهاتف، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا عم الشيخ، أنا رجلي مكسورة بقالي 22 يوم، كنت بصلي في الجماعة في المسجد، وبعد دلوقتي أنا بصلي في البيت، هل ما بقدرش أنزل دلوقتي المسجد، رجلي بتورم؟ طيب لا يكلف، يجوز لي أن أصلي في المنزل يعني؟ أنت من أصحاب الأعذار إذا كنت تدعي أن رجلك كسرت ولا تستطيع الذهاب للمسجد، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. عزيز بقى عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث الضب والشجرة، هل هم حديثين صحيحين أم هم مش صحيحين؟ حديث ماذا عفوا؟ حديث الضب مع مع الأعرابي. الضب؟ أيوه. ما تقصد بحديث الضب؟ اللي هو أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا آمن بك هذا الضب لآمنت بك. لا يصح. لا يصح. نعم. والشجرة؟ الشجرة فيه بعض النزاع. الشجرة في سنده بعض النزاع. غير يعني صحيح أو مش صحيح؟ يعني أنا أميل إلى تصحيحه، لكن أحتاج أرجع مرة ثانية. ماشي يا عم الشيخ، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. يقول السائل: هل يقع طلاقي وأنا غضبان، علما بأني لم أنوي الطلاق؟ إذا كان الغضب قد بلغ بك مبلغ أن فقدت التحكم في نفسك، كالذي يأتي بالهاتف يكسره أو يحمل ابنه ويرميه في الأرض أو غير ذلك، فيكون قد وصلت بذلك إلى حد الإغلاق. فمثلك على ما أختاره من الأقوال، إذا وصل إلى هذا الحد لا يقع طلاقه، وبالله التوفيق. أما إذا كنت غضبان غضبا تستطيع معه التحكم في نفسك فطلاقك واقع، والله أعلم. يسأل سائل قائلا: هل لله تبارك وتعالى وجه؟ نعم، لله عز وجل وجه. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي الباب آيات كثيرة: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والنصوص في هذا كثيرة جدا تثبت الوجه لله، ولكن علينا أن نعلم أن وجه الله ليس كوجه خلقه، إذ الله قال: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فوجهنا يتغير، وجهنا تعتريه التغيرات، ووجهنا ينظر الناس إليه لا يحترقون، لكن وجه ربنا الأعلى، وجهنا كما قال رسولنا حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجهنا يتسرب إليه المشيب والضعف، ولكن وجه ربنا هو الموسوم بذو الجلال والإكرام. فالحاصل أن وجه ربنا ليس كوجه خلقه، للآية الكريمة: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا طالب في الإعدادية. وبعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالب في الإعدادية، وديني نصيحة أقرأ القرآن إزاي؟ يعني خصص جزء لقراءة القرآن، فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من مذاكرتك فاجتهد في كتاب الله، وصلي بالقدر الذي تحفظه من صلاة الليل حتى يبارك لك في عملك. سائل يسأل: هل لله جل ذكره أصابع؟ فالجواب نعم، لكن أصابعه ليست كأصابع خلقه، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولا ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وأيضا
ورد أن حبرا من اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، والشجر على إصبع؟ فذكر الحديث مع بعض الاختلافات في الأشياء المحمولة. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود كما في البخاري: تصديقا لخبر الحبري، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن ليست أصابع ربنا كأصابع خلقه، فإن الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ مصطفى، بعد إذن حضرتك أنا كنت عايزة من سعادتك فتوى. تفضلي. أنا كنت حصلت مشكلة بيني وبين جوزي، ورحت اشتكيت لأهلي، ولما جابوه قعدوا اتكلموا معاه، حصل زعل بين جوزي وبين والدتي، وأخويا تطول عليه وكده، وهو اضطر إن هو يسيب البيت ويمشي لأن أخويا هو اللي قال له كده. فبعدها أنا زعلت علشانه، وما بكلمش والدي ووالدتي وأخويا بسببه. فممكن يعني أعرف أنا كده عليا ذنب عشان أنا ما بكلمش أهلي والكلام ده؟ طبعا أنت قطعت رحمك، أنت تسببت لهم في المشكلة، ولو كنت صبرت على زوجك كان أفضل، لكن أنت تسببت في المشكلة وبعد ذلك قاطعت أهلك لدفاعهم عنك. فأصلحي ذات البين، بارك الله فيك، أصلحي ذات البين وصلي الأرحام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم تفضل. إني أحبك في الله يا شيخ. أنا أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ أنا الحمد لله وفضل الله ملتزم، ومع يعني حاسس ان احنا في زمن فيه فتن كتير بيتعرض ليها الاخوه. انا من ضمن الاخوه اللي بيتعرضوا لهمز ولمز ويا شيخ وبتاع، وبيحصل بعض الرمي بالباطل يعني. فاحنا في زمن الفتنه، وماذا يفعل المسلم الملتزم في زمن الفتنه؟ بارك الله فيك. اعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. ثم اعرض عن الجاهلين، قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. فأعرض عن الجاهلين. ومن أشق أنواع الصبر الصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس، فتحل بالصبر، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، ممكن اسال سؤالين يا حضره الشيخ؟ اتفضلي يا اختي. ماشي. السؤال الاول، انا جوزي بصحيه كتير للفجر ما بيصحاش يصلي. وغير الفجر بيصلي ولا لا يصلي؟ على كل ايقظيه وادي ما عليك امام الله، ان ابى فالاثم عليه، ولا يضرك حينئذ من ضل اذا اهتديت. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها قناة خير وبركة ويمن على الإسلام والمسلمين، وأن يجعلها باب إصلاح وباب تأليف للقلوب، وأن يجعلها دائما حاملة لراية التوحيد والسنة. هذا، وأسأل الله أن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا، أذكر النصارى لما لهم علينا من حق الجوار، أذكرهم بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن المسيح عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، وجيه في الدنيا والآخرة، ولكنه ليس بإله، وأمه كذلك صديقة، وكانت هي وهو يأكلان الطعام، ويستحيل أن يكون الذي يأكل الطعام إلها. فأذكرهم بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فتوبوا إلى الله عز وجل من قولكم واستغفروه، فإن الله للذنب والزلات غفار. وأذكروا كذلك الطائفين بالسيد البدوي وبإبراهيم الدسوقي وبالحسن والحسين، أن هؤلاء بشر لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، والذي يأتي بالخير هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فتوبوا إلى الله واستغفروه، فإن ما يصنع حول القبور من سؤال الأموات
شرك بالله، ذلك لأن الله قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأذكر الجميع بصيام يوم عاشوراء غدا إن شاء الله، فإنه يكفر السنة الماضية كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأذكر الشيعة لعل متذكرا أن يتذكر ولعل منزجرا أن ينزجر بأن الذي يفعلونه في عاشوراء من دعاء الحسين من دون الله شرك بالله، وأن الذي يفعلونه من لطم الخد وشق الجيب خلاف خلاف للوارد عن رسول الله، فإن النبي قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فإياكم أن تستمروا على تشيعكم، بل توبوا إلى الله من هذا التشيع، وترضوا عن أصحاب رسول الله الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. ختاما أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله والاستغفار، وأن يهب الله المسيئين من هذه البلاد للمحسنين، وأن يفرج كرب المكروبين ويفك أسر المأسورين، ويجمع بين قلوب المؤمنين على طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.